يا هلا والله في تجديد من ماينكرافت مود دراغون بول الاسطوري. مثل ما انكم شايفين بالفيديو اللي راح قتلنا ماجين بوث فات اثمين، واليوم ان شاء الله راح نقتل ماجين بوث سوبر. اليوم راح يكون الفايت كتير صعب، وطبعا بالتياب الجديدة بس مسكني صغير وكمان مو شكل دراغون بول. طيب مثل ما انكم شايفين طبعا كمان تياب مشقشة اكتر كمان من سكاي بلوك، لان هذا السكين هوني عريض وهو اصلا السكين رفيع فايك صاير. طيب اليوم ان شاء الله راح يكون الفايت كتير حماسي وصعب بنفس الوقت، اوكي، وراح يكون بمنطقتنا هاي مثل كل مره مثل ما متعودين. واليوم ان شاء الله قبل ما نبلش القتال راح نصرف 100,000 تي بي، اوكي، عشان بدنا نصرفها على تطوير هدول القدرات ويمكن نعملنا قدره جديده مثل ما عملنا بالفيديو اللي راح مثل ما انتم شايفين. طيب خلينا نشوف اول شيء، خلينا نعمل قدره جديده تكون اسطوريه، اوكي، خلينا نشوف ديسك. لا ما بديها تكون ديسك، لاسر ليزر، لا هي يمكن حطينا منها بالحلقة اللي راحت المهارة اللي هلا عندنا اياها هي من هاد. وطيب هلا بدنا نعمل ليزر تبعيت فريزر يمكن بظن هي، اوكي، بس بدنا يكون القوة تبعيت الدمج يكون الاقصى، اوكي، 151 بتوقع انه بتتطور هي لسه اكثر، اوكي اوكي صارت اغلى بس ويف بلو بيربل ريد، اوكي بظن انه هيك كل شيء تمام، بس الدمج تبعيتها مو كتير عالي فيمكن يكون في لها ميزه تخليها تكون اسطوريه، اوكي. نقول بسم الله الكبس، اوكي هلا نجرب عليك هي وشيل حظك. ثواني بس خليني اعلي لفوق، اوكي هلا اذا هي مثل هذيك واضعف يمكن بظن اني رح شيلها، اوكي، ونبدلها بشي وحدة. ماشي خلينا نشوف اذا فيني شيلها، اتوقع انه فيني شيلها. ثواني لهي هي انا قلبتها لفوق، اتوقع هي اوكي وانشالت. خلينا نشوف انا ما كنت شلت لها، اوكي لا، فهي اللي كان عندنا اياها بالحلقة اللي هي الحيوانات ما بدهم يبعدوا عني الوحوش عفوا يعني. تعال شوي خلينا نجرب عليه اللي ما بيشاف شاف الحلقة اللي راحت. هي القدرة فتحناها لا قبل ما نقاتل ماجين بوفا، يعني مهارة قوية أو من هاي اللي شلتها من شوي، مع انه راح تبيع الفاضي فبس معلش احسن ما تاخذ مساحة عنا. خلينا نشوف الليزر، لا خلينا نشوف هاي، اوكي اكيد سبيد الدمج اقوى، اوكي الدمج تبعيته ماشي لحاله 300، اوكي الدمج تبعيته جدا اسطوري شكله. بس لا يس 4000 تي بي راح تروح، معلش عادي اللون تبعيته اكيد راح يكون ريد، بس خلينا نشوف شو في الوان بلاك، اوكي خليها بلاك بس نعم ونشوف. بتوقع هاي تبعيت سل، اوكي او ماي جاد بتطول 400، اوكي بس مبين عليها انه طاقة كتير قوية شكلها كتير كتير. خلينا نضربها هون، اوكي مبين عليها كتير قوية وبدها كتير وقت حتى ترجع. طيب بدي اشوف انا لهي شفناها هلا طلعت 800 يمكن الحد الاقصى تبعيتها. خلينا نشوف اوكي بتوقع هي السودي اقوى من هي تبعيتنا تبعيت جوجو، ف راح نخليها، اوكي اوف تبعت جوجو بتصرف الطاقة تبعتنا بشكل مو طبيعي، راحت الطاقة. طيب خلينا ناكل وخلاص، هاي القدرة اللي راح نفتحها اليوم، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح نفتح قدرة جديدة. طيب ننزل على الأرض نروح التي بي تبعيتنا. أول شيء حابب إني رقي الداش تبعيت بيجيتا، أوكي؟ الداش اللي اشتريناها من بيجيتا رقيها أكثر شيء، بس محتاجين أول شيء نجيب ميند، أوكي هاي سكيل مهارات، لا رح موت، بس قبل محتاجين إنه نشغل الكايوكين، توقعت إنه أول سوبر سان أكيد لا، كايوكين 20 50 100، الوضع هلا أسطوري، أوكي؟ خلينا نشوف. سوبر ماجين بو تعال،
يا هلا والله. ليه ليش هذا عم يجيني ما عم يطلق علي؟ ثواني بس تعال نجرب عليك هاي، بس المشكلة انه بتطول كتير. اوكي هذا الظاهر انه معصب وراح يشيل حظنا، هيك الظاهر. لان خد 3000. اوكي بتوقع كان ضربتي كتير قوية. 3000 اوكي راح موت. ما لازم بقى تمسخر عليه، لازم شوية جدية. اوكي فهلا راح تشوفوا مستوى غير كل مستوى الفيديوهات. هلا راح نشيل حظه على اكيد. خد مستوى. اوكي عن جد اني بستاهل. كلت حبة الحمد لله ما متت. ثواني انا كل مرة بقول بدي اخذ صورة لماجين بو. اوكي بس بنسى. تعال كمان عشان نضربني بس تطلع صورة الفيديو اسطورية. طيب خلينا نحط على الليزر عشان كمان زيادة. جاهز ضربه بوجهي مع هيك حسنت اني اتفاداها. طيب خد واحدة تانية. ما عداش. اوكي بعدت اخر لحظة. طلعوا كيف عم يتفش لي اياها. ثواني راجع راجع راجع. بحسن رد له اياها. ثواني بس بحسن شحن زيادة يا مجد. اوكي يس حسين ترد له اياها. روح زيادة كمان. اوكي سمعته كأنه انتقل صح؟ كمان زيادة لازم رد له اياها. راح يكون هجوم كثير اسطوري. او ماي جاد ما خد. اوكي بظن انه انا لعبت في شو هلا بس لازم تتم وراها. صعب اني اتفشو. راح ماجين بو صح؟ رجعنا من الاول. اوكي الوضع راح يصير صعب. ما حسنت له لماجين بو اول مرة تركنا نعيش، ف لازم نرجع نعيشه بعد ما دمجنا منيح. طيب يلا معلش ما في مشكلة بعمل كات بعدين برجع محل ما وصلت له. الو رح موت. كل حب الطاقة طفى الكايوكين. متت. اوكي بتوقع انا فهمت شو صار. يمكن طفى الكايوكين ماشي، بس هو ما انطفى لحاله لان لسه في وقت يمكن كان حتى يطفي، لان مستحيل يكون صار لي 10 دقائق قاعد بقاتله لماجين بو، حتى انه عندي بالتصوير ما مبين 10 دقائق. فاللي صار اوكي ماجين بو ضربني ضربه قويه روح لي التحول تبعيتي، رجعت عادي ضربتين قتلني. هذا اللي صار. اوكي فرح نستنى هلا 5 دقائق حتى ارجع اعيش. بسم الله ستارت. ماجين بو ما معي اكل. اي نسيت. لا 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 اضرب ماجين بو. طز ماجين بو. ما راح يكون بحاجتها لاني راح اكون قوي بما فيه الكفايه اني اهزمه بسوبر سايان 3. اوكي سوبر سايان 3 جاهزين. هلا راح يبلش الشغل الاصلي. ماجين بو جاي. طيب سوبر سايان 3 اوكي فرجيني شو بدك تساوي. اكتر بس كمان يحمي. تعال ماجين بو حبة ما بدي موت مرة تانية. شو هالمارة الزبالة اللي عدت عامل فيها بطل. اوكي كنت رح موت بس اندمج هو.
ما بتوقع انه دمج ماجن بو. اوكي ما فرجت كل المهارة صح، كانت بدي خليها مفاجأة، بس طلعت المهارة زبالة وما خلتني اعرف استعملها. اوكي كمان لسه وحدة ونطير عليه. وقفها، معلش معلش بسيطة. ما اجت علي، حمي اكتر، شغل عليها لكرة كرات الطاقة. هلا شوف هاي وحدة، خد هي بطيئة المشكلة حبيبي، مو بس انت بتطلق بسرعة. اخ طفت طاقتي، ليش طاقتي؟ اوكي استعملت كرة. لا اوكي خلاص فهمت، فهمت شو صار، فهمت شو صار. طفت طاقتي فجأة، اضطريت اني اكل حبة من حبات السينزو لان استعملت الطاقة هاي. اوكي كرة الطاقة، شوفوا لما اضرب على هاي عم يروح القوة وما عم انتبه عليها او متفصل. اوكي لازم انتبه على دمي وقوتي وطاقتي. اجنبوه هلا رح تاكل هوا. جاهزين؟ لا بقى استعمله، لا بقى استعمله، خلص خلص. تعرف كمان شو راح اسوي؟ يا ما شبو خلاص خلاص قررت انا. خليني اوكي دمجني، معليش اطفي طاقتي. يوم هدي شوي، هدي شوي ماجن بو. اكس اكس شغل كايوكين، ما لازم اتحرك. كايوكين 3 اوكي 10 20 50 100 اشتغل كايوكين. هلا رح يموت. هلا مان وات مات ماجن بو اخيرا. اي ترى انا طفيت الكايوكين، ما تخيل. اي اي اربع سكيلات قاعدين عم يلعبوا فيني. تعرفوا انه انا قتلت ماجن بو هلا واحد، خليني اطير احسن شيء. طيب مثل ما انتم شايفين قتلنا ماجن بو، طولت كثير، عيوني صاروا يحرقوني. 55000 اعطانا، حلو او اكثر يمكن كان. المهم نيكست سوبر ماجن بو فيوجن، فيوجن او نو ماجن بو هاد ابثورد بيد جوتينكس اند بيكولو بي ان. اوكي شلون يعني جوتينكس كيل سوبر ماجن بو جوتينكس؟ اوكي مثل ما انكم شايفين ماجن بو ظاهر انه راح يطول معانا بهالسلسلة، راح يكون خصم كتير قوي. فقتلنا اليوم السوبر ماجن بو اوكي، وبالحلقة الجاية راح نقتل سوبر ماجن بو جوتينكس. فمثل ما انكم شايفين هذا هو كان كل الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا لايك والاشتراك، مع السلامة.